ويباص ياخد الكرة تاني ويباص ياخد الكرة تاني، فكنت عايز اجيب له كورة. بعمل معاك كده في المقصة ولا بدأ؟ لا لا لا، بيلعب مع الناس. شعره ايه دلوقتي؟ لا قصته دلوقتي اكيد بس لعيب كبير شبيطه. انت عارف ان هو معانا على التليفون؟ لعيب كبير. لا فين؟ ما اعرفش والله. فين لعيب كبير بقى؟ اديني امار. لا شبيطه لعيب كبير، واضافه شبيطه من اللعيبه اللي انا بحبها مكان جدا طبعا. وشخصيه محترمه. معانا على التليفون، منور الدنيا يا كابتن شبيطه. حبيبي يا كابتن، كل سنه وانت طيب. حميد وانت طيب يا كابتن، حضرتك ربنا يخليك يا رب. يعني انت وحشني جدا، وان شاء الله تيجي بقى تنورني هنا حلقه. ان شاء الله يا كابتن. وطمني عليك الاول. حضرتك كمان وحشني كتير. ربنا يخليك. الحمد لله كله تمام. الحمد لله. برحب بيك طبعا، وبرحب باحمد عادل ومنور قناه الاهلي. ربنا يخليك يا شبيطه، ومش هسلم بقى عليك، ما احنا سايبين بعض الصبح. وحشتني بقى لي 5 ساعات. ايوه صح. طمنا عليك والاخبار واللعب والدنيا، مبسوط مستريح؟ كلمني كده، طمن الجميل عليك يا شبيطه. الحمد لله طبعا، يعني النادي مصر مكسر من الانديه المحترمه اللي في الدوري، من الانديه المصنفه في الدوري، والحقيقه يعني انا مبسوط. انا كنت قعدت في السنه اللي فاتت كنت راجع من الاصابه، والحمد لله يعني بدات ادخل اخر الموسم، شاركت في اخر 5 ماتشات، وان شاء الله يعني فرصه تقابل في النادي تقابل ازاي كويسه، وان شاء الله باذن الله في النادي يبقى الموضوع مختلف بالنسبه لي. يعني بس ما تبصيش الكره وتروح تاخدها تاني. حياتك يا كلمني على احمد عادل بقى. احمد عادل نجمنا النهارده، واحمد عادل يعني من الشخصيات اللي انا بحبها جدا جدا. كلمني على علاقتك باحمد عادل، ويعني لو في حاجه كده ممكن تقولها لنا. يعني هو انت عارف احمد برضو مش الهادي ده، يعني اكيد انت عارف اكتر مني. لا والله احمد يعني احنا صغيرين يعني في الاهلي، واحمد من الناس الرجاله المحترمه وبيحب شغله قوي، و يعني دايما ملتزم، دايما مهتم بتمريناته، ودايما عايز يبقى من افضل لافضل. نركز في الموضوع ده حتى بعد كمان ما نمشي من النادي الاهلي، واخد الاسبوع بتاعته بيتحدى نفسه، ومش هقول ان هو بيوري الناس لان اخد جول كبير طبعا، لكن هو يعني بيتحدى نفسه ان هو عايز، يعني مش عايز يقف عند مصر المقاصه بس، لا بيفكر في المنتخب، بيفكر ان هو كمان يعني نفسه ان هو يرجع النادي ده. دي حقيقه، ودايما احنا بنقعد مع بعض ودايما بيكلمنا في كده يعني. كلنا والله يعني اذا كان نفسي ارجع النادي الاهلي. كلنا، واكيد انت نفسك ترجع النادي الاهلي. طبعا طبعا، بيتنا يعني، ده بيتنا يا كابتن. طب بصراحه نماذج تشرف وحاجات، يعني لعيبه في منتهى الاحترام ومنتهى الادب، كل لعيبه النادي الاهلي في اي مكان بيشرفونا والله العظيم يا شبيطه، انت عارف. وانت برضو نفسك ترجع اكيد. طبعا يعني. كام سنه في النادي الاهلي يا شبيطه؟ هو انا من وانا عندي 6 سنين وانا في الاهلي درست كوره، يعني قعدت من 9 سنين، بعد كده بدات اطلع اروح. صعب الموضوع. 18 سنه ورجعت لعبت في الاهلي بدري موسم، وخرجت بعد كده لوادي دجله وبتروجيتي، لكن انا من وانا عندي 6 سنين. شبيطه انا جيت النادي الاهلي وانا في مدرسه الكوره، كان هو موجود قبلي، كان موجود قبليها بسنه تقريبا يعني. كان قبلها بسنه مع مستر كروفر. 95 96 يعني. لا ده قديم قوي ده. من زمان. معتى. بس شخصيه جميله. طبعا. شخصيه طبعاً. جميله. ويعني برضو من الحاجات اللي ساعدتني لما رحت مصر المقاصه ان كان مصطفى شبيطه وصلاح عاشور زمايلي اصلا في المنتخبات، وفي شبيطه في النادي كانوا معايا. رحت المقاصه كان نفس السنه جم فيها المقاصه. فدي برضو ادتني برضو ايه شويه ان انا اخش على الاجواء بسرعه، يعني ما بقاش حاسس ان انا برضو بعيد او كده. فساعدوني بصراحه مصطفى وصلاح والناس كلها اللي موجوده في النادي يعني. يعني اتمنى لك التوفيق ان شاء الله باذن الله، والموسم ده يكون مختلف ان شاء الله. تعملوا موسم مميز وتكسروا الدنيا ان شاء الله. كان دورك مهم مع الفرقه، وان شاء الله الموسم يكون مرة اخرى بالنسبه لك يعني. ان شاء الله شويه، وكمان معاكم مدرب محترم احمد حسام ميدو، ان شاء الله تعملوا موسم كويس جدا وتكسروا الدنيا باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا، واستناك قريب بقى. يعني شويه برضو من الشخصيات الجميله. طبعا طبعا. لعيب تقيل قوي، لعيب كبير. لعيب كبير في نص الملعب، بيفرق مع اي فرقه، وكان قوام اساسي الفريق بتروجيت لاكثر من 6 7 سنين، وكان كابتن الفريق بتروجيت ولعب في النادي الاهلي. لا يعني خلي بالك اغلبيه الناس اللي